سنوات دراستها الأساسية بدأت ميول طالبة رباب الزريقي بشكل ملحوظ للأجهزة الإلكترونية، وبمساندة شقيقتها الأصغر منها بعامين بدأت رباب تترجم شغفها بالابتكار وصناعة مواد جديدة من محيطها. بدأت في العام في الصف السادس، المساعدية كانت تفتي تعطيني فكرات وأنا أطبقها. صنعت من أدوات الخدوات، أشوف شيء وأطبقه، يعني شفت غسالة كبيرة لما نعملها بحجم مصغر. وهنا تستعرض رباب أجهزتها التي مرت بخطوات عدة إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي. الريبوت مكون من 6 قطع: لمبة، كرتون، يا محرك. الغسالة مكون من 2 قطع: دينامو، جهاز يتم نشف وتفصيل الملابس، وقطع، وكراتين. أصنع ريبوت، يعني رجل آلي بعدة مهمات. أريد أصنع ذات ذكي، يعني أريد أصنع الشيء إذا في أدوات بنصنع فيها. استطاعت الطالبة المجتهدة الجمع بين مستواها التعليمي ومواصلة شغفها بالابتكار وتشكيل هذه الأجهزة التي تعمل بالطاقة، بعد جمع بقايا الخردة والمخلفات وإعادة صناعتها لتكون بهذا القدر من الفاعلية المدهشة. الثانوية الدرعية دور هام في عملية اكتشاف موهبة الطالبة رباب الزريقي، إذ عملت على دعم الطالبة واكتشاف المواهب التي لم تخترعها من قبل. فبدأت الطالبة رباب تخترع أشياء، طبعاً دعمنا الطالبة هذه، فبدأت تخترع أشياء موجودة يعني في المناهج الدراسية. مثل ما ذكرت بدأت تصنع رئتان، مقسم للرئتان، مقسم أيضاً للقلب، وجميع المقسمات موجودة معنا في المنهج الدراسي. نجحت رباب في خلق عالمها الخاص بإعادة وتدوير الخردة والمخلفات وصنع مواد ومجسمات مصغرة جديدة لأخرى شبيهة بتلك الموجودة في محيطها، كما تأمل برعاية واهتمام تستطيع من خلاله الوصول إلى ابتكارات وصناعات كبيرة تخدم المجتمع بها وتحقق طموحاتها الشغوفة. ياسر محمد لبرنامج صباح بلقيس، المهرة.